خديجة، سؤال على الطاير سريع. لو أنت أمي طيب وتبغين تزوجيني، من تزوجيني؟ يلا قولي الصدق. ما بزوجك. ليش؟ ما أدري، خاف نجيبك شو حدث تخرب. تخربني أنا؟ وانت يعني وانت تعرفيني بشخصيتي هذه الحين. بشخصيتك هذه؟ ايه. هو شخصيتك تبارك الله ما شاء الله قوية يعني. ما احد ممكن يخربني ولا يغير قناة؟ مستحيل. مستحيل. خلاص خلينا في فعلا انت ام. يلا وش مواصفات البنت اللي بتزوجني اياها؟ نزوجك واحدة تكون مزيونة. اوكي. تكون حليوة. ايوه مزيونة هي حليوة. طيب. أدبق. طيب. مش نطمع اكثر. ايوه. طيب. تكون راعية الدين. حلو. تصلي وتعبد الله. طيب. يو سافي وتكون تسمع كلامي. كلام من؟ أنا. اللي بتزوجها أنا ولا أنت؟ أنت بتزوجها بس لازم تسمع كلامي أنا. أوكي على عيني وراسي. ما أظنش. صح أنت أمي؟ إيه. أنا نسيت. طيب تسمع كلامك أنت ها؟ تسمع كلامي واللي قلتها لها تديرها. اللي قلتيها لها؟ إيه. لا ما شاء الله الزواج ناجح من الحين. من نجي ندير لها بحال ياما زمان كانت تجي العروس. إيه. يديروا يديهم على الباب ويخليوها تدخل منه باش تبقى ديما تحت يديهم. ايوه.